نحس شبه أمونيا لما اقسم بيطلع قدام بالله. الناس يبان. انا نفسي نفسي في ربع لو قام دكتور مانتو وراكب العربيه اللي ورا جنبها دي. بص اصلا بالله عليك، والله نفسي في ربع لو قام. ايه ده؟ بص هو كتبوه خلي بالك عم بيروح عشان لما بيجيب معاه ده بيحمل اشاره. عندي اليوز ما في شعب. ماشي يا معلم، ارجع بقى خلاص. ماشي يا ورث كده بالنسبة لي، ماشي بيحسب لك جنكاي بس يا انا مش ورث ليه بالنسبة لي. بص يا عم ربك يديك. بس بيجن عليا استنى شوف بقى ايه فوران ده. ايه يا معلم؟ بس الو ايه يا معلم؟ طب ايه؟ الو ايه يا اسطى سامعني؟ ايه الو 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 سامعني يا الو روحي؟ ايه يا ابني سامع على ازرع الرعب يا جدعان؟ الواد هنا اهو. تقفش اقفش اقفش يا اسطى بقى يا اسطى يا جدعان يا اسطى يا ابني يا حبيبي يا ابني الو. يا اسطى المرة المليون بتعملها الواد بيجري وراك وانت مش هنا اصلا. يضرب يلا لوش يلا. يا ايوه اسطى يلا يا اسطى يا اسطى دوحة دوحة الو يا جدعان ايوه سامعني يا اسطى ولا ايه؟ سامعك يا اسطى سامعك. انت يا اسطى بتهزر يا اسطى؟ انت عارف اصلا ايه اللي حصل؟ يا جدعان الو لا ما تهزرش يا اسطى بالله عليك ما تهزر. ده فلاش الحمد لله جامدة ايزي. تعالى عم نروح للرينج فين نروح للرينج؟ بس استر بالله عليك ايه يا عم؟ هات يا عم يا لهو مست البتاع. حاول تسيبها لي. هتجري ناحية فين بقى؟ ما تزولنيش. هاتها يا عم خدها. حس انت كان نفسك انت اصلا في الحتة دي بقالك شوية عمال تحرجم عليه. انا عامل لها ستان لحد ما انت توصل ان شاء الله بالسلامه يعني ماشي يا اسطى. طبعا انت مش جاي صح؟ انا هحاول بس اظبطها معاك بس ايه الحمد لله انه خد الكلمه عشان بس انت ما هتفرنيش. كده على مش رينج قادر افهمها والله العظيم ما قادر افهمها. يلا اللي يموت الأول بقى بنت الصبر. الله فكرة تموت نفسك هو أصلا ما هو الحمد لله إن هو اللي خد الكلة تاني. كل مرة بيفلش عليها خلي بالك، ده حاجة جميلة أوي مني. أقل خرا. يلا يا ابني هوك انجز. حد معايا قول لي بقى. هو الواد ده يا اسطى ده راكول بجد؟ الو ايوه راكول هو راكول ليه يا اسطى ده؟ راكول راكول بجد انا مش فاهمها ليه يا عم نصر؟ يا راجل يا عم دو يا عم اصلا يا نهار ازرق. اجري احسن اجري 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 اجري
منذ هو بصراحة يستاهلها الشتيمة دي اقسم بالله، ولو رد وبجع هترول الجيم. ماشي يا معلم. ويل بلاي جميلة والله. انت لعيب يا اسطى، انت لعيب، انا مش قادر اصدق انت ازاي لعيب كده. كلمنا عم نروح على الواد ده تالنت يا اسطى، خلينا نعمل له بعد الجيم. ندخله الموسوعة. اه لعيب قوي بسم الله ما شاء الله عليه يعني. هاتوا يا اسطى والنبي ده تخش تتحوس يا اسطى، والله العظيم كان يموت. صعب بس يلا مش مشكلة، بالله عليك يا اسطى لو جت فرصة انت تسحب الواد ده الحاسو، الحاسو والله الحاسو يا ابني. حاسو ادوح الكلام ده يا جدعان، نهدى بس، ايه نقعد بس 5 دقايق كده نضحك عشان عم نص مضحك نيك. بالله عليك يا جدعان. ماشي 5 ادوار كان عند منصة قال ضحك. اه منصة يعني قال افيه من 2018 انا معاكي بيه اقدر اجيلكم. يا شلت لهوي بقى يا ابن الوسخة، ده انت ابن وسخة. انا جيت بيه، انا جيت بيه، انا جدي ضربت بيه. نضرب بقى، خش من ورا الاهلي. طيب بص لعيب يا اسطى الواد ده انا مش قادر ازاي كده. هاتوا يا اسطى بالله عليك، انا فورت لك والله. يخرب بيتك لعيب موت يا جدعان. يا اسطى اللي بيعمل على اسمي انت فين يا اسطى؟ بس هو مس البتاع بتاعه يلا مش عارفين اللي هما الاتنين فلاش. طب هات ده، ايه رأيك موهوب انت؟ ها فلش وروح جايبني، واخد بالك انت من الكلام؟ يا ابني نكت على غاية يا ابني، موهوب قوي يا دي، خرب بيت امه. هو مفيش بلاي يا راجل، يعملها راضي غير ينط لازم عليك من هنا. والله ما بقت فارقة اصلا. هات هات بص هات الموهوب ده كمان. لا ايه ده؟ انت مش تهرب يعني، تعال كلها يا ابني بقت موهوبة. بص ماندو مصمم يتفيل الجهاز، مبسوط انا مش يا عم؟ فاهم في ايه. مبسوط من ايه يا اسطى؟ بالله عليك، بالله عليك يا اسطى، مبسوط؟ من ايه؟ ايه؟ من ايه؟ ايه اللي هيبسطني؟ انا مش سامع. ايه اللي هيبسطني؟ ايه سبب الانبساط؟ بتخسرش يا عم، مبسوط؟ يا ابني ايه اللي هيبسطني؟ دول هو مش سامعني ليه؟ سريش ماله سريش؟ قتلت قتلنا الموهوب مش كده؟ انا مش بستر ده الوضع على فكرة، زبط الحبل بتوعه عليك انت بس. ايوه وخلي بالك ان هو دايما بيفلش عليا. لا وحتى كان بيجري منك لقيته بيجيبك تحت الشمعة معاك واحد واحد. اقسم بالله الواد جارين ده غبي يا ابني، اقسم بالله غبي. كان قدامه يا اسطى 4000 جولد راح ضربها في 300 جولد. المشكلة ان هو كان هيجيب التاني برضه، يعني هو كان هيجيب التاني ده هيموت. احنا بنلعب يا اسطى العيال موهوبة، يخرب بيت كده انت ازاي هات موهوب كده يعني. ما على لك سبات عشان انت ما تربيش. انت بتعمل ايه اصلا؟ ايه اللي انا شفته ده بقى؟ معلش عايز افهم بقى. ايه الجيم خلص؟ انت عايز موهوب،
لا انت لعيب بصراحة، حركة بتضايقني ان انت لعيب قوي.